هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل نبي مرسل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. تتجلى كرامته ومكانته بأبي وأمي وروحي في هذا الموقف العصيب الرهيب، حيث يقول الخليل إبراهيم نفسي، ويقول موسى الكليم نفسي، ويقول عيسى نفسي، ويقول نوح نفسي، ويقول آدم أبو البشرية نفسي، ويقول الحبيب أنا لها. هذه كرامة رسول الله عند الله ومكانة حبيب الله عند الله. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع. فيقول الحبيب في رواية الصحيحين: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقدم الحبيب أمته على جميع الأمم. يا الله، الأمة التي لم تعد تعرف قدر نبيها صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله جل وعلا. والله لو عرفت الأمة قدر نبيها ما كان هذا حالها. آه لو عرفت الأمة قدره وعادت إلى هديه، فامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده والتزمت شريعته ونشرت دعوته. والله لو فعلت ذلك ما تطاول قسم هنا أو هناك أو هنالك على قمة القمم وعلى درة تاج الجنس البشري كله، ما تطاول هؤلاء الأقزام على رسول الله إلا لتقصيرنا نحن، وإلا بذنوبنا نحن، وإلا بابتعادنا نحن عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث الصور الطويل الذي خرجته آنفا في الحلقة الماضية، الذي رواه أبو يعلى الموصلي والبيهقي والطبراني والطبري وغيرهم، وفي سنده ضعف من باب الأمانة العلمية، ففي سنده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، وفي سنده أيضا محمد بن زياد وهو مجهول. في هذا الحديث يقول الله جل وعلا لحبيبنا المصطفى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول الحبيب: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك. الله أكبر، فاقض بينهم. هل هي الشفاعة العامة شفاعة للأمة، وشفاعة عامة لكل الخلق لكل البشر؟ آه لو عرف البشر كل البشر قدر سيد البشر رسول الله يشفع لكل البشر، ليقضي الله عز وجل بين الخلق حتى لا يقف الناس هذا الموقف الرهيب العصيب في أرض المحشر. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك، أنا آتيكم لأقضي بينكم. الله، قال الحبيب: فأرجع فأقف بين يدي الناس أو بين الناس. عاوز حضرتك تعيش بقى معايا الموقف ده. الرسول عليه الصلاة والسلام عاد ليقف مع البشرية في أرض المحشر، وتبدأ ملائكة الله جل وعلا في التنزل لتحيط بالخلائق صفوفا صفوفا من كل جانب، ثم يتنزل حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يتنزل حملة العرش كما في حديث الصور الذي خرجت آنفة وهم يسبحون الملك ويقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق وهو الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح. فيقول أهل الأرض للملائكة أفيكم ربنا؟ فيقولون لا، كلا، وهو آت إتيانا يليق بكماله وجلاله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. لا تعطل صفة المجيء ولا تشبه ولا تمثل ولا تجسم، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتنزل الملك تنزلا يليق بجلاله، تنزلا يليق بكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جل عن الشبيه، جل عن النظير، جل عن المثيل. لا كفؤ له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد، أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في كل شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يتنزل الملك جل جلاله وينصب العرش والكرسي حيث شاء وأراد ربنا تبارك وتعالى، ثم يهتف وينادي الحق ويقول جل جلاله أيها الناس، أيها الناس، لقد أنصت إليكم كثيرا منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع صوتكم وأرى أعمالكم، أسمع صوتكم وأرى أعمالكم، فأنصت اليوم إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال جل جلاله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة. والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته